لو انت بيجيلك وجع في اصبع الابهام في المنطقة دي بالظبط، وخصوصا لما بتيجي تمسك حاجة بايديك او تستعمل ايدك في الشغل، يبقى الفيديو ده ليك. هنشوف فيه ايه التمارين البسيطة اللي ممكن تعملها في البيت عشان تتخلص من الوجع ده. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة بننزلها. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم، معكم احمد هيكل، دكتور علاج طبيعي. برحب بكم في فيديو جديد. وجع اصبع الابهام من الداخل، او الوجع اللي ما بين السبابة والابهام، ده بيختلف عن الوجع اللي بيبقى في المنطقة دي اللي اسمه الديكرفان. الديكرفان او الوجع اللي في المنطقة دي هنتكلم عليه بالتفصيل في فيديو لوحده، لكن في فيديو النهاردة هنتكلم عن وجع اصبع الابهام من الداخل. والاصابة دي بتحصل نتيجة ان انت اتخبطت مثلا في صباعك بالشكل ده، او صباعك اتمزق بالطريقة دي. فالخبطة او المزق بالطريقة دي بيعمل المزق في الرباط اللي هنا اللي بيمسك العقلتين دول ببعض. الرباط ده اسمه الالنر كولاترال ليجامنت. والاصابه دي اسمها سكايرز سامب، يعني صباع المتزحلق على الجليد، وتسمت بكده عشان الإصابة دي بتحصل كتير عند الرياضيين اللي بيعملوا تزحلق على الجليد. فهو ماسك العصاية، لو اختل التوازن بتاعه بيقع على ايده وهو ماسك العصاية، فالعصاية بتقوم زق الصباع الكبير اللي ورا بالشكل ده، فبيحصل مزق. فعشان كده الإصابة دي اتسمت باسمهم. ولكن الإصابة دي ممكن تحصل لأي شخص عادي نتيجة مثلا خبطة أو مزقة في الصباع بالشكل ده. فانت اول ما الاصابة تجيلك بتعمل كمادات تلج على منطقة الوجع لمدة ربع ساعة كل 3 ساعات، وبعد كده هتروح لاقرب مستشفى عشان تتأكد اذا كان في مزق ولا في كسر في العظم. ولو الدكتور قرر ان انت تثبت صباعك في جبيرة، يبقى هتثبت في الجبيرة دي من 3 ل6 اسابيع على حسب شدة الاصابة عندك، او على حسب ما الدكتور يقرر. وبعد ما تفك الجبيرة الدكتور هيقولك ابدأ علاج طبيعي، وبرنامج العلاج الطبيعي هيبقى بالشكل ده. بعد ما تشيل الجبيرة مباشرة هتعمل كمادات مية دافية على صباعك، وبعد كده تبدأ تلين في الصباع بالشكل ده، توديه ناحية صبعك الصغير، وبعد كده ترجع لورا تاني خفيف خالص وفي حدود الوجع اللي انت تستحمله. وبعد كده هتبدأ تشغل العضلات، هتسيب ايدك دي خالص وتبدأ تحرك العضلات، او تحرك صبعك الكبير بالشكل ده ناحية صبعك الصغير، وبعد كده تبعد بالشكل ده كده. وبعد شهرين بالظبط من الإصابة هنبدأ نعمل تمارين التقوية. وقبل تمارين التقوية هتعمل مساج على المنطقة دي من 2 ل3 دقايق، وتمارين التقوية هتبقى بالشكل ده. هنقوي في الـ3 اتجاهات، في الاتجاه اللي هو ده، والاتجاه العكسي ده، وبعد كده الاتجاه اللي في الناحية دي اللي هو بالشكل ده. يبقى عندنا 3 اتجاهات. هناخد أول اتجاه، هتزق صبعك الكبير ناحية صبعك الصغير وتدي مقاومة بإيدك دي بالشكل ده كده، وتثبت 5 ثواني، وتريح 2 او 3، تعمل تاني تثبت 5 ثواني وتريح 2، وهكذا. بعد كده هنعمل في الاتجاه اللي ناحيتي او الاتجاه التاني، هتزق صبعك ناحية بره كده وتدي مقاومة بايدك التانية لجوه، وتثبت بالشكل ده 5 ثواني وتريح 2 تاني، تدي مقاومة 5 ثواني وتريح 2، وهكذا. هتعمل كده 10 مرات. وبعد كده الاتجاه التالت اللي هو هتبعد صباعك الكبير عن باقي صوابعك في الاتجاه ده بالشكل ده كده، بس هتثبت هنا كده وتدي مقاومة لجوه، وتثبت برضو 5 ثواني وتريح 2 تاني، برضو تزق ناحية جوه 5 ثواني وتريح 2. هتعمل كده برضو 10 مرات. يبقى تمارين التقوية تاني هنعملها في الـ3 اتجاهات، في الاتجاه اللي جوه وتعمل مقاومة لبره، وفي الاتجاه اللي يمتي وتعمل مقاومة لجوه، بعد كده في الاتجاه دون وتعمل مقاومة في الاتجاه العكسي بالشكل ده. تستمر على التمارين دي لمدة 2 اسابيع، وبعد الـ2 اسابيع هتبدأ تدخل التمارين دي. هتجيب كورة وتبدأ تضغط عليها بصبعك الكبير او بايدك كلها 5 ثواني وتريح تاني 5 ثواني وتريح. هتعمل كده 30 مرة. ممكن تعمل بدل الكورة وتجيب اي قماشة وتطبقها تلفها بالشكل ده، وتبدأ تضغط عليها، تضغط عليها جامد، وتثبت برضو 5 ثواني وتريح 3 ثواني، وتعمل كده 30 مرة. يبقى تعمل بالكورة يا اما تعمل بالقماشة.
وبعد التمرين دون هتعمل البنشنج، هتجيب صباعك الكبير والصباع دون وتبدأ تضغط بيهم بالشكل ده وتثبت برضو 5 ثواني وتريح تاني بالصباعين دول بس، تضغط كده 5 ثواني وتريح، هتعمل برضو 30 مرة. هتستمر على التمارين دي فترة لحد ما تتحسن خالص والوجع يخف. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا اعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة. اتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم.